إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام ومباشرة على قناة شوف تيفي دائما بخصوص الحريق المندلع بإحدى شركات صناعة الألبسة بالحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. الحريق لا زال مندلع لحد هذه الساعة. كتشاهدوا عناصر الوقاية المدنية يقومون بكل ما في استطاعتهم من أجل السيطرة وإخماد هذا الحريق المهول. هذا الحريق اللي مندلع في إحدى شركات صناعة الألبسة بمدينة الدار البيضاء بالحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد، واللي لحد الأدنى حد هاد الساعة أسباب ديال الحريق كتبقى مجهولة. كما قلنا نتمنوا بان هذا الحريق ما يكونش خلف خسائر بشريه. من اللي كتابعوا ربما هي إشارات تدل على أن عناصر الوقاية المدنية تمكنوا من السيطرة وإخماد هذا الحريق. الحريق المندلع داخل إحدى الوحدات الصناعية بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. إذا بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا هذا المباشر، هذا حريق مهول داخل إحدى الشركات إحدى الوحدات الصناعية بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. الحريق لحد الآن تجهل الأسباب ديالو، لكن أكيد عناصر الشرطة ممثلة بالشرطة القضائية والشرطة التقنية والعلمية سيقومون بفتح تحقيق قضائي لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الحريق المهول الذي اندلع قبل ساعات من الآن في هذه الوحدة الصناعية بمنطقة مولاي رشيد والتي هي مختصة في صناعة الألبسة. كما قلنا كل ما نتمناه هو أن تكون الخسائر منحصرة فيما هو مادي وما تكونش خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.
بوف. كتشاهدوا ربما في هذه الاثناء تمت السيطره على هذا الحريق. الدخان بدا في يخرج باللون الابيض وبشكل ضئيل. هذا يعني ان عناصر الوقايه المدنيه تمكنوا من السيطره على هذا الحريق اللي كيف ما قلنا الاسباب ديالو كتبقى مجهوله. عاها ويز ويز، ما هو السبب؟ السبب لحد الساعه، لحد الساعه السبب كيبقى مجهول، لكن كيف قلنا عناصر الشرطه التقنيه والعلميه ضروري غادي تدخل على الخط وغادي يعرفوا الاسباب الحقيقيه وراء هذا الحريق المهول. زيرو درهم. هذا المكان هو الحي الصناعي بمنطقة مول رشيد بمدينة الدار البيضاء، وهذه وحدة صناعية شركة لصناعة الألبسة. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر. تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة، حول هذا الحريق، تجدونه على قناة شوف تيفي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.